والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. ومعنى الإلحاد قبل عرفناه هو شنو؟ هو الميل عن القصد. ومادة لحد كلها تدور حول معنى الميل. فربنا قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. عشان كده الليلة الملاحدة والشيوعيين والعلمانيين وغيرهم بيشجعوا الشهوات، يشجعوا الشهوات بجميع أنواع اختلاط النساء بالرجال وما ينتج عنه من شهوات، ده بيشجعوا تشجيع 100%. وكمان الأيام دي طلعوا لنا بتقليعة جديدة، فيلم قال اسمه ستموت في العشرين، فيلم موهوم ساكت، ومشوا قالوا هناك لصقوا ليه قال كم جائزة عشان يغشوا المسلمين إنه الفيلم ده مهم جدا، وفيلم طلع فيلم دعارة، وهنا موجود المقطع لكن ما بنقدر نعرض كمان الكلام ده. جوه فيلم ستموت في العشرين البطل اسمه مزمل قال بيزني بأمه، والله بتاع الدكان اسمه فقيري كمان ما أعرف عملوه كده، المهم بيزني بأمه ده في الفيلم بيزني بأمه، وصورة الزنا الزنا ذاته الحدث مصور في الفيلم بالتفاصيل. هذا اللي ده جايز منه ده الفيلم ده اللي ده جايز منه العلمانيين، واحد اسمه البوشي ده عملوا مؤتمر قال تدشين الفيلم ده وكده، قال كلام خطير جدا وبين الكلام ده انه نازل هدفه ينشر الشهوات بس كده. اسمع الكلام ده في مقطع رقم 3. انا حدد لي الامنيه دي. الحاجه الثانيه اني اشوف سينما بتجسد واقع حقيقي يعالج قضايا حقيقيه، سينما ما او دراما ما اشوفها في التلفزيون اكون حاسس انه ده تمثيل. 30 سنه السينما والعذر ان الدراما ما توقفت في السودان، ما كانت واقفه، كانت في دراما بالمناسبه، لكن كان بيجيبوا المراه في اوضه النوم وهي نايمه لابسه طرحه، وده كان كلام يعني 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 بيطلعنا من اطار المنطق بحجج كثيره جدا. يمكن استاذنا الكتياب يلخصها في نقاط جميله، واكثر نقطه انا كنت مرتب اني عايز اقولها، طبعا استاذنا الكتيابي قال احنا في السودان عندنا غنى الحقيبه، هنا يتغنى في زمن طويل جدا جدا، كان دائما في غنى الحقيبه ده في وسيلتين مرتبطات بالفراق اللي هو اللوري والقطر. القطر الشايلك انت يتكسر حته حته، القطار المره، فهي من وسائل الفراق. فالفيلم انا بصراحه ما اعرف النقد بتاعي يعني حيكون شكله، او مش نقد او الراي في الفيلم او من يعني من منظور الزول العادي يعني. الفيلم ده انا بفتكر انه هو يعني كنت بتكلم مع زول براسي بقول له الفيلم ده احنا لازم نقاتل عشان الفيلم ده لازم يتعرض في السودان، ولازم ما تتوقف مسيره هذا الابداع. انا بفتكر إنه طيب الزول ده قال نقطتين مهمات، قال كان عنده امنيه ربنا امنيتين ربنا يحققها له، قال من الامنيتين انه يشوف دراما في السودان، وقال كان في دراما اصلا خلال 30 سنه لكن داير يشوف دراما ما يحس انه ده تمثيل. قال ما داير يشوف في الدراما انه المراه لابسه طرحه في غرفه النوم يشوفها بدون طرحه يعني. ده اللي كان بيتمناه وقال من ربنا وتحقق قال الان في فيلم ستموت في العشرين. بعد ذاك نمرة اثنين قال لابد نقاتل عشان نعرض الفيلم ده. تعرفوا داري قاتل ليه؟ لأنه الفيلم فيه في غرفة النوم ما عندها طرح، ده داري قاتل ليه؟ ده البوشي ده. وده واحد من الناس استطع نجمهم الأيام دي مع الفتن الحاصلة. وكان شغله كله في محل الاعتصام هناك، الزول ده بالذات شغله كله بيجي للشباب يقول لهم يا شباب، ويمسك الميكروفون، وواحد لو شاف أخته تتكلم مع واحد لحد 12 بالليل واحدة بالليل ما يسألها لأنه دي حرية شخصية، وأخته لو جات بيتت هنا ما في حاجة. ده كان شغله، دي المهمة اللي كانت موكلة له. ودي الصورة طيب ودي الصورة الآن بتاعت العلمانية الدارين ينشروا بها العلمانية ودارين ينشروا بها الشهوات. أعرف أي بيئة فيها فساد عقيدة وفيها شهوات منتشرة فهي أصلح بيئة لنشر الإلحاد. عشان كده
الأيام هذه شفنا ما لحظه وحتشوفوا حيصير لك كل يوم يقلع عليك واحد جديد لأنه البيئة مناسبة. طيب عشان كده برضو جايبين الأصم داك اسمه مين كده الأصم جايبينه برضو مصور مع بطل قال ستموت في العشرين يعني بيلمعوا في الفيلم ده لأنه فيلم ده فيه الشهوات بتفاصيله كلها ده السبب اللي بيلمعوا فيه هؤلاء العلمانيين لهذا الفيلم ده مع البور في النص لأنه الفيلم ده بيدمر عقيدة وأخلاق المسلمين